انا بعرف حالي اني انا محمد سعدان مدرب حياه معتمد لايف كوتش. في منكم صار يعرفني اني انا فعلا مدرب حياه معتمد، بس المشكله انه في كتير منكم ما بيعرف شو هو مدرب الحياه المعتمد، شو بساوي، شو هي الفكره، كيف تعرف امتى انت تحتاج اللايف كوتش، شو الفرق بين اللايف كوتش وطبيب نفسي واخصائي شغلات تانية. فهمنا يا محمد، خلينا نعرف احنا شو هي هالفكرة، وان شاء الله هالاسئلة كلها حجاوبها بهذا الفيديو. حشرح لكم الموضوع بالضبط بالطريقة اللي انا بشرحها لاي شخص بوقع معي عشان انا اكون اللايف كوتش تبعه. اللايف كوتشنج مبني على اساس انه انت عندك كل اشي بتحتاجه عشان تنجح في الحياة. هتقولي محمد كيف، ما انا ما زبط معي، او انا فشلت، او انا حاولت اكتر من مرة وما زبط. ما في مشكلة، خليني انا اعطيك مثال. اليوم حتى حطيته على التيك توك، اكيد انتوا رحتوا سبحتوا مع اصحابكم في يوم من الايام، ويمكن يوم الايام انتوا ما كنتوا منتبهين واجا واحد من اصحابكم دفشكم جوا البركه. شو كانت رده فعلكم اول ما وقعتوا انتوا؟ اكيد حكيتوا انه انا لازم اطلع. ليش؟ لانه هو اللي دفشني وانا ما كنت اصلا بدي ادخل، هلا ما كنت جاهز. وحتى لو في منكم ما بيعرف يسبح، لو انت وقعت جوا البركه حتساوي المستحيل عشان ما تغرق، لانه ما حد بده يغرق، صح ولا لا؟ فبتشوف انه الناس لما يوقعوا جوا بيعملوا اي شيء عشان يطلعوا في النهايه. ونفس الشيء في الحياه، الحياه مثل الصديق هذا اللي دفشك. مرات حتحطك الحياة في مواقف انت ما بتكون مستعد لها، ما بتحبها، ما بترتاح لها، بس القرار بيرجع لك بالاخير انك انت تطلع حالك من هذا الظرف بعد ما صاحبك دفشك جوا. لما تكون انت جوا البركة، عمرك بحياتك استنيت انه صاحبك يجي يطلعك؟ لا، صاحبك بجوز لف ظهره وكمل. انت لازم تطلع حالك لحالك. ونفس الشيء في الحياة، انت ما حتستنى في حد يجي يطلعك، او مش المفروض انك انت تستنى في حد يجي يطلعك، لانه بالاخير القرار بيرجع لك انت، انت اللي بالاخير بتقرر إذا بدك تضل أو إذا بدك تطلع. هلأ ليش أنا بحب أستخدم هذا المثل؟ لأنه بيوري أنه أنت بالأخير الحل موجود عندك. حتى لو أنت كنت في ظرف صعب، ظرف مو مريح، ظرف أنت ما بتحبه، الحل موجود عندك. لو أنت ما بتسبح، وقتها لما تكون جوا البركة غصبا عنك حتتعلم أنك أنت تطوف وتطلع، حتى لو مش سباح أولمبي، بس على الأقل حتطلع. نفس الشيء في الحياة، حتى لو أنت في موقف ما عمرك بحياتك واجهته، لو فعلا حاولت ودققت جوا حتلاقي الحل وحتلاقي الطريقة انك تطلع فيها من هذا الموقف. الحلو كمان بموضوع اللايف كوتشنج ان انا ما بعطيك نصائح، يعني انا ما حقول لك يا فلان اعمل كذا 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 كذا، لا. ولا عمري كلايف كوتش انا مفروض اني اعطي نصيحة. حتقول لي محمد طب انا شو استفدت منك؟ انا ليش قاعد معك؟ شو بدي فيك اذا ما حتعطيني نصيحة؟ ليش انا جاي عندك؟ انا جاي عشان اطلع الايجابي من جواتك. حتقول محمد انت هلا قاعد بتخبص، انا ما استفدت اشي منك، لا حتعطيني نصيحة والإجابة موجودة جواتي، شو بدي فيك إذا كله هون؟ الحلو إنه هاي بتكون ردة فعل كل حدا بحكي له هذا الإشي، إحنا دائما الإجابة موجودة جواتنا. المشكلة وين؟ إنه بسبب بعض التجارب وبعض الخبرات اللي إحنا بنمر فيها، الإجابة هاي بتصير مغطية ببعض الطبقات اللي بتخلي هاي الإجابة مش واضحة بالنسبة لك. أنا كلايف كوتش شغلي إني أنا أشيل هاي الطبقات عشان بالأخير توضح الإجابة عندك، عشان بالأخير تعرف صح هاي الإجابة، هذا هو الحل للموقف هذا. هلأ كيف أنا بشيل هاي الطبقات؟ من خلال أساليب معينة، أسئلة معينة أساعدك عشان توضح الأمور بالنسبة لك وبالنسبة لي كمان. هلأ هاي الأساليب ما تقلقوا عليها، هذا اللي بيميزني عن غيري من اللايف كوتشز، هذا اللي بيميزني من غيري عن الناس، إنه أنا الحمد لله بعرف أستخدم هذا الأسلوب بطريقة ممتازة وأسئلتي دائما بتكون في محلها. مثلا أنا كتير بحب أسأل الناس باللايف كوتشنج، أنت شو معنى السعادة في حياتك؟ خد ثاني إذا بدك تعمل باوز للفيديو فكر في الإجابة. شو ما كانت الإجابة اللي أنت هلأ فكرت فيها، أنا متأكد إنها مختلفة عن لو وريت الفيديو هذا لشخص تاني. في ناس مثلا بتقول لي إنه محمد السعادة بالنسبة لي إن أنا يكون عندي فلوس عشان ما أكون معتمد على حدا، حلو كتير. في ناس بتقول لي إنه السعادة إنه أنا أكون بصحة منيحة، حلو كتير. في ناس بتقول لي السعادة بيكون لما أنجح وأوصل مرحلة معينة في حياتي، حلو كتير. 100,000 إجابة وإجابة. أنا كلايف كوتش ما بطلب منك إجابة معينة، هاي الأسئلة ما فيها صح أو خطأ، بس عشان أنا أفهم منك أكتر وأعرف كيف إحنا نوجه هاي الجلسة. عشان أنا أعرف أسأل الأسئلة الصحيحة، لازم تكون علاقة الكوتش وعلاقة العميل اللي هو أنتو تكون مبنية على الثقة. شو قصدي بالثقة؟ أنتو لما تيجوا تحكوا لي شغلة، بالذات إذا موضوع حساس أو موضوع أنتو ما بدكم الناس تعرف عنه، تكونوا أنتو متأكدين مش بس 100% 1000% إنه هذا الموضوع بيني وبينكم، ما في حدا تاني حيعرف عنه غير رب العالمين أكيد، بس ما في حدا تاني حيعرف عنه. لأنه أنا رخصتي وشهاداتي حتتاخذ مني إذا هم اكتشفوا، إذا أي حدا اكتشف إن أنا قاعد بسرب معلومات. فمش من مصلحتي أبدا إن أنا أقعد أحكي للناس عن هاي الأشياء، وبالأخير أنا شو حستفيد؟ وهذا سبب تاني ليش إنه اللايف كوتشنج بيكون بس أنا وياكم فردي، يعني ما حيكون في لايف كوتشنج جماعي أو جلسات جماعية، لا، عشان أنتوا تحسوا حالكم إنكم مرتاحين، تحسوا إنكم أنتوا ممكن توثقوا فيي، وانا حوثق فيكم انكم انتم حتشاركوني في كل اشي ضروري عشان احنا نعرف نحرز التقدم. لان انا بعرف في ناس ممكن يضطروا انهم يزوروا ذكريات قديمة، ذكريات مؤلمة، ذكريات ما بدها الناس تعرف عنها، بس انا موجود عشان اساعدكم، انا مش موجود عشان ازيد وجعكم. يمكن في لحظة معينة انتم تحسوا شوي الم، بس بوعدكم وهذا وعد بناء على خبرة وبناء على تجربة، انه بعد هذا الالم البسيط حتحسوا براحة كبيرة.
بعد ما انتم تشرحوا لي وتطلعوا هذا اللي موجود جواتكم، هذا المحبوس جواتكم، حتحسوا براحه كثير منيحه وراحه كبيره زي الهم اللي انشال عن صدركم. الكوتشنج كمان ممكن يساعدك اذا انت عم تمر بظروف صعبه. يعني انا بعرف في مرات بعض الناس عندهم ظروف عائليه صعبه، مرات الشغل مش ماشي منيح، حاسس انت هيك بس بضغوطات من الحياه وبس بدك تعرف انت كيف تتصرف فيها. وطبعا جزء منه هذا بيكون له علاقه بالفضفضه، والجزء الثاني بيكون انا وياك بنقعد بنخطط انه كيف نقعد نتصرف احنا عشان نتفاعل مع هذا الظرف واحنا نعرف نتعامل مع هذا الضغط. اشي ثاني ان انا مش جاي عشان اني انا احكم عليكم انه هيك اجابتك طلعت تغير هيك طلع، لا انا موجود عشان اساعدكم. انا مش موجود عشان اني اطلع عليكم نظرة معينة او اني احقد عليكم او اني اقول شو التصرف الغريب. حاجي وادخل على الجلسة وانا كل اهتمامي وكل تركيز هو يكون مصلحتكم انتو وتطوركم انتو. خلينا ننتقل على السؤال الثاني اللي هو محمد اوكي حلو كتير، كيف اعرف انا امتى بحتاج اللايف كوتش؟ كيف اعرف انا انه والله صار معي ظرف معين انا بحتاج لايف كوتش؟ يعني في تخصصات كتير سهل انك تعرف امتى بتحتاجها. الدكتور لما اشي يواجهك بتروح عنده. اللايف كوتش امتى بتيجي له؟ زي ما الاسم بيوحي لك، لما تواجه انت مشاكل معينة في الحياة. مثلا من اكثر المشاكل اللي بتيجي اللي هي التفكير السلبي. ليش؟ كانت في تجربه بالماضي مرات كتير بتكون في الطفوله ولليوم مأثر عليك، لليوم هي عم تمنعك من انك انت تكون حر، حاسس انها زي القيود في حياتك. هاي التجربه ربطتك هيك وانت مش حاسس حالك تقدر تتحرك. فانا كلايف كوتش شغلي اني افك هاي القيود عنك عشان انت فعلا تقدر توصل للمراحل اللي انت بدك توصلها. فهذا اول شيء. ممكن مثلا التفكير السلبي او التجارب السلبيه في الماضي اللي لليوم مأثر عليك. ممكن كمان الناس تتواصل معي لانها ناقصها وضوح في الحياه، حاسه انها ملخبطه، يعني في قدامها كم قرار مش عارفه شو هو القرار اللي لازم تتخذه، او انه مثلا هي مش عارفه وين تروح وين تيجي في الحياه. يعني صار لها فتره او صار لها سنين على نمط معين وزهقت من هذا النمط وهي حاسه انه فيها طاقه اكثر وفيها قدره اكثر، حاسين انه هم ممكن ينجزوا اكثر. انا بساعدكم كمان انكم انتم يكون عندكم وضوح اكثر، تكونوا حاطين عيالكم على هدف جديد، تعرفوا انه اوكي هذا فعلا انا بدي اياه. غير هيك في ناس بتحب اللايف كوتشنج عشان بدها تفضفض لحدا ممكن هي تكون واثقه فيه انه ما حيحكي هذا الكلام لحدا، تكون هي واثقه انه لما تدخل على الجلسه وتطلب مني انها بدها تفضفض انا اضلني ساكت، انا بس بتفرج وبسمع بانتباه وبساعدكم انكم انتم تفضفضوا بكل اريحيه. صدقوني اللي جرب الفضفضه معي شعور من الاخر. فالفضفضه يعني ممكن نقول انها اداه كتير قويه عشان فعلا الناس بتكون كاتمه شغلات، مرات بتكون كاتمه اشياء لسنين سنين وهي مش ملاقي الشخص الصحيح عشان تعبر عن هذا الاشي ومش ملاقي الطريق الصح عشان تطلع هذا الاشي من جواتها. وهذا ممكن يكون بسبب اشياء كتير ثانيه مثل التفكير السلبي مثل الاحباط. غير هيك اللايف كوتش كمان بيساعدك اذا انت ادائك في اشي معين مش في المستوى اللي انت بدك اياه. كيف؟ ايش قصدي انا بشيء معين؟ ممكن اداء في المدرسه او بالشغل، اداء من الناحيه الصحيه، اداء من الناحيه الاجتماعيه. هلا زي ما قلت لكم انا ما حاعطيكم نصائح، يعني اللي مفكر انه حيسجل معي عشان انا اجي احكي له هيك حتدرس وهيك انت حتعمل، هذا مش شغلي انا كلايف كوتش. انا كمان مش شغلي ان انا اكتب لك نظام غذائي او تمارين رياضيه، لا. انت ممكن تروح عند شخص مدرب خاص اخصائي تغذيه وبكتب لك هاي الشغلات. انا شغلي اني اساعدك عشان نعرف احنا الاثنين ليش انت مش قادر تلتزم هذا الموضوع، شو الصعوبات اللي انت عم تواجهها عشان تدخل على هذا الاشي، ونعرف نرتب حياتك عشان انت بالاخير تقدر تلعب رياضه، عشان انت بالاخير تلتزم بالوجبات الصحيه وهاي الشغلات. فانا بساعدك من ناحيه الحياه. التفاصيل الصغيره ممكن انت تشوف شخص ثاني مختص فيها اذا بدك. في اكيد ناس على اليوتيوب ممكن تعطيك تمارين رياضيه وتعطيك اكلات وشغلات زي هيك، بس ما في حدا حيساعدك انك انت تحل وترتب حياتك زي ما انا حساعدك. هلا السؤال انه محمد اوكي شو الفرق بينك وبين الدكتور او بين الطبيب النفسي؟ هحكي لك بكل بساطه. انا لما تيجي عندي ما حقول لك اعمل هيك وما تعمل هيك، اظن هذا الموضوع واضح. انا ما حقول لك شو تعمل، انا حساعدك انك انت تطلع الاجابه من جواتك بناء على اجوبتك لاسئلتي. كيف هذا الاشي بيصير؟ بدي اياك توثق فيه وانا ان شاء الله بضمنك النتيجة. لما تروح انت على دكتور طبيعة شغله انه انت بتحكي له والله كتفي بوجع، بتطلع عليه وبعرف لك شو سبب المشكلة وبحكي لك كيف تعالجها. الطبيب النفسي كمان نفس الشيء، ممكن تروح عنده تحكي له انا عم بحس بطريقة معينة ساعدني، وهو حيحكي لك انه خد دواء اعمل هيك وما تعمل. انا كلايف كوتش ما لي دخل ابدا في الدكاتره العاديين، يعني انا مثلا لو تجي لي بوجع كتف ما في شيء بقدر اسويه لاني انا مش دكتور. بس الفرق بيني وبين الطبيب النفسي اني انا حسمع لك وححاول اني انا اساعدك باستخدام الاشياء اللي موجوده فيك. بحياتي ما حوصف لك دواء، هذا الشيء مش مسموح لي اني انا اسويه. هل هذا معناته انه دكاتره نفسيين على الفاضي؟ لا، انا يمكن في حالات تجيني انا صراحه ما مرت علي ولا حاله هيك اني انا احاول اشتغل معها وما تزبط. هلا اذا ما زبطت انا يمكن احكي لك سامحني والله انا حاولت قدر المستطاع، بس يمكن انت لازم تشوف الطبيب نفسي. لهلا الحمد لله ما مرت علي ولا حاله زي هيك، الحمد لله الامور كلها كانت توب. المشكله انه كثير ناس بس تسمع اللي انا حكيته بتقولي محمد ما بعرف مو متاكد. هلا انا بفهم انه بالبدايه لما تسمع هذا ويعني حكي جديد وشوي غريب عن اللي انت سامعه من قبل
ممكن تحس انه معقول يكون معها حق، معقول هذا الاشي فعال وشغال. انا ما كان دخلت في المجال ولا نزلت هذا الفيديو ولا نزلت الفيديوهات الماضية، ولا كان عندي انا هاي الثقة بحالي لو انا ما شفت انه الوضع عن جد شغال، لو ما شفت انه هاي الاساليب فعلا تعطيكم النتائج اللي انتم بتدوروا عليها. بالاخير انا بعرف انه في منكم مجرب 100 شغلة وشغلة، من كورسات لناس مختصين، حتى في ممكن لايف كوتشز ثانيين، بس انا معاي الوضع غير، واللي مجرب بيعرف. يعني انتم ممكن تسالوا الناس المجربين. هلا انا بشكل عام لاسباب خاصة فيي انا بس بعمل كوتشنج للناس اللي هم فوق ال 18 سنة. لو انتم عايشين في دبي نعمل هاي الجلسة شخصيا، يعني انا وياك نتفق نلتقي في محل معين ونعمل هاي الجلسة. لو انتو برا دبي نعملها عن طريق الزوم اللي هو تطبيق اتصال بالصوت والصورة. من ناحية الاسعار اذا في حدا مهتم ممكن يبعث لي مسج وانا بكون اكتر من سعيد اني انا اعرضها عليكم ونتناقش فيها مع بعض. هلا انا بيجيني سؤال من بعض البنات انه محمد انا كتير حابة هذا الاشي بس للأسف اني ما بدي احكي لاهلي عنه لانه انا خايف من هذا الاشي انه يفكروني اني انا بدي اجي احكي مع شاب او اتواصل معه بس انا وياه، او في ناس حتى بيحكولي انه انا حبيت الفكرة بس اكيد اهلي ما حيوافقوا لانه في هيك تواصل بيناتنا. هلا اللي انا حابب احكي لكم اياه انه اول شيء ممكن اهلكم يشوفوا هذا الفيديو عشان اهلكم يعرفوا بالضبط انتم عشو داخلين، وانه العلاقه بالنهايه علاقه شغل. كيف انتم لما تروحوا تتدربوا مع مدرب الرياضه خصوصي بتكونوا انتم وياه لحالكم مجال شغل، زي الدكتور كمان لما يجي يفحصكم بتروحوا انتم على غرفه لحالكم عشان يحافظ على خصوصيه الشاب او البنت. نفس الشيء انا هون جاي اشتغل مش عشان العب ومش عشان حركات الزعره نهائي، عشان اريحكم كمان. انا الحمد لله قدرت اعمل كوتشنج لناس منقبين، ناس محجبين، ناس مش لابسين حجاب المره، شباب، بنات، اعمار مختلفه، ناس كبار بالثلاثينات، اربعينات، خمسينات. اظن اصغر شخص انا عملت له كوتشنج كان عمره 12 سنه، والحمد لله كل واحد فيهم هالفئات العمريه والتخصصات المختلفه والمشاكل المختلفه. وفي بعض الناس كان ما شاء الله عندهم ملايين، وفي بعض الناس بسيطين. ان شاء الله ما في داعي انكم تقلقوا بخصوص هذا الشيء، بدي اياكم بالنهايه تكونوا انتم مرتاحين وانتم داخلين على هذا الشيء. ان شاء الله يعني الجلسه نفسها حتكون شغل مش اكثر ومش اقل، وانا هدفي بالاول وبالاخر اني انا اساعدكم. انا ما لي مصلحه اني انا اجي ادخلكم على مكالمه والتي فيكم واقعد اضيع وقت، لانه احنا الاثنين عندنا اشياء احسن نحن نسويها. اذا انتم عندكم اي اسئله اكتبوا ليها في الكومنتس عشان الكل يستفيد من سؤالكم. لو سالتوني على الخاص يمكن غيركم يكون عنده نفس السؤال، فاتركوا لي اسئلتكم في الكومنتس ان شاء الله هحاول اجاوب على اكبر عدد منها. اللي مهتم في الموضوع اللي عمره فوق ال 18 سنه اللي حاسس انه ان شاء الله ممكن هو بالنسبه له يكون عنده القدره انه يدفع حق هاي الجلسات يتواصل معي عن طريق الانستغرام، ابعثوا لي مسج بسيطه اللي هي انا مهتم بالكوتشنج زي ما هي هيك لا اكثر ولا اقل. اذا بدكم السلام عليكم انا مهتم بالكوتشنج ما في مشكله، بس لا تكتبوا لي مسج طول عريضه بس هيك عشان انا بتوصلني كثير مسجات واقدر انا اشوف تاعتكم على السريع واجاوب عليها. وعاد عن هيك شكرا كثير لكل حدا حضر الفيديو بالنهايه، وان شاء الله انا متحمس اني اشتغل معكم.